هو الاختيار ديال النساء في السيارة ديما تيبغيو الطوموبيل تكون عالية شوية، كيحسوا بلا سيكوريتي. الاختيار ديال الرجال كيبغيو الطوموبيلات يكونوا هابطين، السيارات رياضية. الحاله ديالها كتكون ديجا مستعمله، كيكون خاصنا بزاف د الحوايج اللي غتقادهم، مهم الحاله الميكانيكيه، الحاله ديال لا كاروسري ديالها. مي في البيع الثمن تاعها ما كتضيعش بزاف. بالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوا سياره مستعمله اللي ما عندهمش ليكسبيريونس، احسن يتجه لواحد ميكانيكي محترف غينصحو اللي غيقلب ليه السياره، الكيلومتراج ديالها، الكارني دونتروتيان ديالها، واش مدلين فيها بزاف الحوايج. الناس اللي عاد خداو بيرمي جديد من احسن ياخذوا سياره مستعمله. في الاول كتكون مازال ما عرفتيش تسوق، الاصلاح ديالها ما كيكونش غالي، كتكون حاله تاعها جديده، ما كتكون خاصها حتى شي حاجه، كيكون فيها لا غارونتي، تقدر تكون على حسب كيلومتراج ولا على حسب الاعوام. عندك لو شوا انك تختار اللون ديال السياره، تختار لي زوبسيون اللي فيها، تتكون فيها لا تكنولوجي جديده، ودائما عندك موديل ريسون. الثمن ديالها كيتحدد على حسب لي زوبسيون اللي فيها، على حسب الموتوريزاسيون اللي فيها. مي كتبيعها ضروري الثمن كيطيح بزاف، كيطيح من 20% يقدر حتى ل 30% في العام الاول والثاني. من الاحسن ما تبيعهاش على 5 سنين.